بنتي جاها الحريق في كتفها، كانت بخير، كانت هي هذيك ما فيها حتى شي حاجه، جاها الحريق في كتفها، جبناها هنايا للبيطروا حيت هي متبعه للبيطروا، قالوا لنا ماشي مشكل هذا الحريق راه ماشي مشكل، سيروا عطوها غير الماء ودوها في الدار راه غتولي بخير. بلي هي كتشاوى هبطنا عاوتاني لتحت، قالوا لنا شوفوا راه ما كايناش البلاصه، ما عندنا ما نديروا لكم، عاودوا طلعوها الفوق للسيرفيس ديالكم. فاش هبطنا ليرجونس طلعنا عاوتاني الفوق، فاش طلعنا عندنا ما نديروا لكم، سيروا عطوها غير الماء ودوها في الدار ديال الحريق. دينا الدار كتبات تشاوى نفس المشكل، رجعناها لهم قالوا لنا ما عندنا ما نديروا لكم، سيروا ديروا ليها هبطوا ديروا ليها الراديو. هبطنا درنا لها الراديو، الراديو فيه لانفيكسيو في الصدر وما عتقوهاش، وقالت لي صافي ما عندها والو في الراديو، سيري ديال الدار راه ما فيها والو، عطيها غير الماء ما عندي ما ندير لك البلاصه ما كايناش. وديتها للدار، ونهار الاخر نفس المشكل، وجات وكتشاوى وكتالم وكتقول لي عمري 3 لتر ديال الماء وديري فيهم البيكربونات وعطيها 3 لتر ديال الماء كتشرب الدريه. قالت لي ماما راني صافي، راني ما بقيتش قادره على الماء، وشربت الماء تعيات، وفي الاخر خلاوها حتى السد العشيه طلعت لها الحراره 40.5. عاد قالت لي غندخلوك لواحد البلاصه اللي هي ماشي ديالنا، فاش دخلوها صافي مشى ليها الاكسجين ما بقاش عندها. النهار الاخر فاش جاو الاساتذه وهذا، هي باتت في واحد الحاله، لا بالحريق ولا بالاكسجين ولا بكل شيء. ملي جاو الاساتذه النهار الاخر كيشوفوا في الراديو اللي عطوني بالتفيه انا في الدار، كيقولوا لي هذا الراديو راه فيه كيغوتوا، هذا الراديو راه خصو الدواء. وانا نقول لها شوفي استاذه داك الراديو اللي في يدك راه عطوني مشيت به للدار بالتبيه، راني مشيت به للدار وبنتي كتالم. صافي قالت لي الاستاذه شوفي قلبي على بنتك على الدم، غادا تدوز الدم غادا تولي بخير. انا مشيت كنقلب على الدم باساس بنتي غتدوز الدم وغتولي بخير، فاش جبت ليها الدم دوزوا ليها الدم كلشي كيتنفخ، ولا اطباء ولا فرامليه، كلشي كيتنفخ على كلشي، ما كاين لا معامله لا والو. صافي فاش دوزنا لها الدم غير تزادت الحاله ديالها. فاش كنمشي عند الطبيبه ديال لاكارت كنقول لها اجي شوفي بنتي راه كتموت، كتقول لي كتعبر لها الاكسجين وكتقول لي شوفي بنتك راه هي ما عندي ما ندير ليها، وراه خصها الانعاش وما كايناش البلاصه في الانعاش. شويه ولات شويه بواحد شويه عاوتاني كنشوف بنتي راه هي صافي راه مألمه راه كتموت. رجعت عندها قلت لها دكتوره بنتي راه كتموت، رانا كنشوف فيها راه كتموت. ملي جات دارت لها عاوتاني الاكسجين قالت لي علاش مخلوعه على والو، بنتك ما عندها والو، علاش مخلوعه على والو. صافي قالوا لي راه خصها الانعاش. نهار الاخر جات البروفيسوره الكبيره ديالهم عاد عيطت لهم في الانعاش وقالت لهم خولي هالبلاصه. فاش هبطناها للبلاصه كيفاش ما كاين لا سنسور لا والو، مهبطينا في يدينا والقرعه ديال الاكسجين في يدينا وهبطناها دخلناها للانعاش. فاش دخلناها للانعاش قالوا لهم علاش جيبي المريضه، والمريضه باقا ما خواتش البلاصه ديالها وبنتي عيانه في واحد الحاله اللي هي حرجه، ودخلوها وحطوها في الكولوار، خلوها في الكولوار ودخلوها صافي خلوها. قالوا لنا سيروا جيبوا لي كوش ولانجيت وغادي نشوفوا البنت، وجبناها وقالوا لنا سيروا جلسوا شويه ونعيطوا لكم تجيو تشوفوها. مشينا جلسنا في الجردل تقريبا لساعه ونص ديال الوقت، وكتبان لي لومبيلونس وقفات غتهز المريضه اللي غتحط فيها بنتي، وبنتي في واحد الحاله اللي لا اله الا الله عليها. وباللي جي لحقه قبل طاحت القرعه ديال الاكسجين، طاحت حنا سمعناها طاحت فاش حطوها في الكولوار، ونضنا كنجري وقلنا لها شنو قالوا لنا ممنوع عليكم تدخلوا. هي ديك الساعه طاحت القرعه ديال الاكسجين، وديك الساعه بنتي مشى لها الاكسجين، حيد الاكسجين وما داواش فيها وخلاوها تما في الكولوار تقريبا ساعه ونص. مشيت للجرده جلس وعيطوا لنا باش نشوفوها، وهي تبان لي لومبيلونس وقفات حدا الباب ديال الانعاش. ديك الساعه غتهز المريضه اللي غتجلس في بلاصه بنتي، عاد ديك الساعه تقريبا شافوها ولا ما عرفتش كيفاش داروا، ما عرفتش انا لداخل شنو وقع، لحد الان ما عرفتش لداخل شنو وقع. وفي الاخر امتى عيطوا لي؟ ما عيطوش ليا، ما عيطوا لي حتى النهار الاخر مع 8 الصباح، قالوا لي راه يلاه ماتت. فاش جيت قلت لهم واش يلاه ماتت، كيقولوا لي الناس بنتك راه ميته في الليل. دابا فاش شفت شهاده الوفاه لقيتهم دايرين فيها 19 في شهر 5، هما قالوا لي حتى النهار 20. فاش جيت عندهم قالوا لي يلاه ماتت دابا مع 8. دابا انا كنطالب بالتقرير ديال انا عندي ولد غيبانوسيتوز نفس البنت نفسها، انا خايفه عليه، خايفه عليه اللي يديروا لي نفس المشكل. انا وليت خايفه منهم، انا ما بقيتش ثقه فيهم نهائيا، انا صافي ما بقيتش كنثق في حتى شي طبيب، حتى شي طبيب كيوقف ما بقيتش ثقه فيه. تصور كتقول لي عتقوا بنتي وما كيعتقوهاش. حنا دابا كنطالبوا بالتقرير ديال بنتي كيفاش تتوفات. وفاش دخلت معاها كتغسل، انا دخلت معاها لقيتها كلها زرقاء من ظهرها، كيفاش زرقاء بنتي؟ بغيت تفسير كيفاش بنتي زرقاء، علاش زرق ليها ظهرها كامل؟ واش طاحت عليها القرعه ديال الاكسجين؟ بنتي راه جبتها صحيحه، راه نوريكم بنتي كيفاش دايره، غنوريكم بنتي كيفاش دايره. بنتي راه في واحد الحاله
راه الله ياخذ فيهم الحق. الا كان عندهم مجهود باش يعتقوهم ما عتقوهاش، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.